Es un ordenar de alguna morir, alguna temporada, ya que tuvimos a la gente del Fusco de Agaire o de Angara de Jerú. Ahora mi falta de Dios, a meter a los ojos del país. O de Almonesa de Saibe, en la Jata de la Aire de Dios. Nahna Rajikun Sabah, Tile, y en el Tesalubi, de Dama, de Karim Rabna, o de Jata de Sara, y la Estepelo, أحسن استدلال. رح أحاول إنه أتنوع شوي أنا وياكم بالتأملات الليلة، خاصة إنه رح يكون في لقاء من بعد الدرس المسائي بصالة العيد تحت أنا وياكم، وبيكون هاللقاء مفتوح إن الله رب لشتى الأسئلة نتغزل ونتعمق أكثر وأكثر بعلاقتنا بالله. رح أستعرض أحبائي بالأول الأحداث اللي سبقت الميلاد يلي بتحط لنا إياها الكنيسة طيلة الأسابيع يلي بنعيشها تحضيرا للميلاد. تبتدئ الكنيسة بالسنة التقصية بأسبوعين تقديس وتجديد البيعة. رح أوقف عليهم الليلة وبعدين بتبلش تستعرض كل هالشخصيات يلي حضرت مجيء الرب. من خلال كل هالاحداث اللي بتعطينا اياها الكنيسه شو بدها تقلنا؟ انتم بتعرفوا كلمه الله والخبر بالانجيل منه قصه بس نحن بنعيش الذكرى تبعها. الانجيل هو الله عم يحكي معك. كل مره بتفتحه الله بده يخاطبك. كل مره عبالك انك انت تحكي مع الله افتح الانجيل. في مش احداث بتخص اشخاص عاشوا مع يسوع من 2000 سنه، لا. في قصه جوا. انت تقدر تقرا قصتك مع كل احداث حياتك بدك تستعين بروح القدس. لحتى يقدر ينور على ذهنك شو اللي بيربطك فيه لهالايام. تما يكون بس اسم مرتبط فيه مع الله. رح تشوفوا انه الميلاد الرب عنده بغي بقلبه، شوق ان ياتي صوت. ما تقولوا الميلاد حدا صار. من 2000 سنه الله اجى عاش 30 سنه على الارض لتوطيطين وبعدين غدر ونصيب تحسر، يا ريت كنت انا بالوقت كنت شفت يسوع التقيت معه. مش هذا الميلاد. اذا بتعملوا هيك جوله بعينيكم حتى بهالمجتمع اللي عايشينه بتشوفوا قديه في اشخاص وإذا عددهم كبير بعد ما بيعرفوا الله، بعد ما إجا صوته. لتعرفوا الميلاد قصة بعد الأقصى، حدث بعد ما تم. الله كل يوم مع كل شرقة شمس عباله يطل عنه. مشان هيك الكنيسة بتستعرض لأنها الأشخاص تحت يخبرونا كيف نحسن استقباله هالإله. لا يرتجي المجيء. الرب يحضر للمجيء ويستأذن حريتك. دق على قلبها لمريم، بعتها لمريم. نتعلم منهم، رح نوقف عند كل شخص منهم. بس بالبدايه شو معنيه الكنيسه عندما تنطلق لحدث الميلاد بتحط لي اسبوع تجديد وتقديس البيعه. شو هي البيعه؟ حضرتك انت كنيسته للرب. والرب بحب يجي لعندك، ما بحب يقعد هون بالحجار. البيت البين. العلاقة معك بده يربطها. بس ما بيقدر بدون اسمك. مشان هيك ربنا في ناس بيسألوني إنه أبونا وين أنا بجي مأخر على الكنيسة بحق لي الديوان. ربنا ضيف غالي. ما فيك شك تعتبروا انا عندي شيء رئيسي مهم جاي يعمل زياره لبيتي. ما فيش ام بالبيجامه استقبله هيك كانه ضيف عادي. اذا هالقد الضيف مهم بدي اعمل مليئته. بعمل احلى ضيافه وبعمل احلى استقبال لان الضيف منه عادي. فكم بالاحرم كان الضيف اليه؟ بده يجي صوته. مشان هيك تقديس وتجديد البيعه انك تعرف تحضره لهالقلب. فعلا يكون هالمكان اللي بده يجي عليه الرب مكان بليق فيه.
إذا بنفوت ونتفرج عليها القلب وبيشوف الدليل بهذا الله كيف ما بيجي صوبه. الدليل إيه؟ نتناوله ونركض فيه لبرا. الكلام البشع بيبقى كلام بشع، نوعية محبتي ما بعرف. ضميري بشو حي؟ إرادتي شو عم تنقي؟ لساني شو عم تحكي؟ نوعية الحب بقلبي. ساعتها بتعرف إلهنا كيف عم نعمل استقباله؟ كيف عم نقدم استقباله؟ أسبوع تقديس وتجديد البيعة، البيعة الرب بدك تتحط بهالمكان. ليش ارتاح مع العذراء؟ لأن كان عندها قلب نقي. ليش ارتاح عند زكريا وقال لي صلاة؟ ليش نقى هالأشخاص؟ لأن كان عندهم الاستعداد يفتحوا القلب. نحن أحبائي بدنا نشكر عليه لقلبنا لحتى فعلا نحوله الى مسكن يليق بالله. هيدا تجديد البيعة، تقديسها. اتاها القلب هو مقدس. اتاها المكان هو طاهر. من هون بيجي فحص الضمير. بيجي الانسان اللي بيشتغل على حبه طيلطفي. حبنا شو بيجري؟ كيف هو مشغول بالشهوة، مشغول بالأنانية، مشغول بالكبرياء، مشغول بالأساوي، موجود بالكره، مشغول بالأساوي، بحب الانتقام، بالغضب، بالأنانية. هذا القلب عم يستقبل فيه الرب. بدنا نشتغل عليه تيصير حبنا يشبع حبي. وإذا ما أنك قادر بدك تستعين فيه. هلا انتم بلبنان رح تستقبلونا الرب. كل مره بتقدس الرب بيجي صوبك، بس كيف عم تستقبل؟ زيت الوقت بدنا نشتغل على ايماننا احبائي، مش بس على وعيدة قلبنا. تاملوا في بيناتنا هلا نحن متزوجين. شو السر يلي جمعك بزوجتك او جمعك بزوجك؟ هو هالحب، هالغرام. وهذا إذا ما وجد عينه بكف. شو اللي خلي تسلم حياتك للآخر؟ لما تنغم فيه تصير تحبه وتصير توثق فيه. هيدا الإيمان. مشان هيك الله بده يرتبط فينا مثل ما بترتبط العروس بعريسها. مشان هيك بيسمينا دايما بيحكي عن العرس اللي بده يعمله معنا الرب بالإنجيل وبيعطي المثل عنه. كما انه العرس الارضي ما بيقوم اذا ما في حب وغرام، كذلك العرس السماوي. بنقول نحن مؤمنين، بنفكر اللي بالك حبيت اني معرفه عن الله، اني انا بعرف الله بدرس كاتيشيز وبقرا بالانجيل وبسمع لابونا، بفكر هون عم يقول لك لا. انتم بتعرفوا الشياطين بتعرف الله؟ الشيطان قال له مره ليسوع اني اعرف من انت قدوس الله. قال له يتم المذكور كامل بالمقابل. مشان هيك المعرفة ما بتجعل منك مؤمن. الإيمان جاي معه الكلمة، لما بتأمن لله تقدر تأمن له على حياتك، مثل ما الزوجة بتأمن على حياتها لزوجها، تقول له نعم أنا إلك. بكليتي إلك. وبمدينة الزوج أنا إلي. يعني ممنوع أكون لغيري، هذا الإيمان. قديش بتأمن لله؟ أو قديش أمن له على حياتك؟ فوق تتفرج. قد ايه حبك مشروط لإله؟ قد ايه عندك شكوك بعلاقتك معه؟ بدنا نشتغل على إيماننا. كذلك بدنا هيك كلمة بتقول العذراء أثرت فيي كثير بظهوراتها. تترجينا إن نرد الله الأول لقلبنا. المحبة بقلبنا تكون بالأول لإله، وبعدين نعطي هالدنيا. إذا بتطلعوا بتشوفوا حياتنا كيف عايشين أحبائي، الله حاطينه للناس. خبركم الخبرية، أنا معلم بمدرسة الويزي بعطي صفوف كاتيشيز. وكنت فترة من فترات معين بالرهبنة إني يكون مدير المدرسة. كنت أدرس كل يوم الصبح الساعة 7. 7 ونص تقريبا 8 لتنبدا تبلش الصفوف. بدنا نكون حاضرين بالإدارة. كان عندي كل يوم وشوف مثل الاستيش كثير على المدرسة يحطوا شنطة ويفوتوا أكسوا معي، كانوا يطلعوا 15 20 تلميذ.
وكابتن خيرو يعني هذا وقت فرصته بالبر يجوا يقصوا معي. بس مرة بدي أخبركم النهار اللي بيكون في فحوصات تلت الكنيسة الصغر. الله مش غلط، يمكن هالولد هيك ربي ونحن الكبار اللي بنقول نحن عن حالنا انا كبار، يمكن هيك بنتعاطى مع الله. بتشوفوا بالايام العاديه على المناسبات مشي على الكنيسه، لكن بالايام الشده والضيقه الكنيسه بتنطي لبرا ندورها والصلوات. شو اللي بيربطك يا الله؟ شو نوعيه العلاقه اللي بتربطك فيه؟ اوقات بتروح معنا ربنا الهنا مثل السوبر ماركت. اي متى بتنزل على السوبر ماركت؟ كل ما ينقصك الغراض بالبيت. بتنزل بتدفع وبتاخذ عوزك وبترجع، والنهار مش ناقصك ما بتوجه تصور. الله اوقات بيتحول بحياتنا بهالطريقة. نهار اللي بيكون في عوز بنزل بفكر الأبية والسلام كأني عم بدفع له وعم باخذ. كأني عم بتبادل أنا وياك تجارة، ما بحب هالعلاقة الرابعة. إلينا حي بحب بينجرح ساعة بشوفنا تجار معه. كمان إيماننا بدنا نحسه، بدنا تتوسع تكبر معرفتنا بالله، نتعمق فيه. نحن اليوم بنركز أحبائي مع أولادنا حتى فعلا يوصلوا على أكبر شهادات، ونفتكر هيك بنأمن مستقبلهم وهيك من نال قريبي العين اللي كتب خير الله ابني نجح وصار هلا يقدر يشتغل ويشتغل معه وحياته رح تكون منيحه. بس مش هيدا سر سعادتها للحياه، مش هيدا سر طمأنينتها للحياه. مره كان في احد العلماء كان نابغه، ما ترك كان مخه انسكلوبيدي، ما ترك علم ما تخصص فيه، ما ترك شهاده ما حصل عليها. بقى عنده حقيقة ما كان يعرف عنها كثير، هي بحر. كان عنده بحر سر وما درس عنه كثير. مرة بيقصد هونيك قبطان كان عنده شكتورة، قال له اتخذت مشوار معك بالبحر، خبرني عن أسراره، قال له طب. فات بالبحر، بيقوم هالعالم بيسأله للبحار، قال له صار لك بحياتك تدرس تاريخ؟ قال له لا. قال له تاريخ انا روميات وسلكات هون. قال له مدرسه تاريخ؟ قال له لا. قال له صرت من حياتي 25 رجع ساله قال له طيب صار لك تدرس فلسفه؟ قال له خيي وين فلسفه؟ انا والسلكات كفيت حياتي. قال له مدرسه فلسفه؟ قال له لا. قال صرت من حياتي 50%. وعم بكفي الحديث معه مثل اللي بلش يطلع البحر وتقوى الموج. بيقوم البحار راكب البديهة بيسأله، قال له صار لك عندك تعلم السباحة؟ قال له لا. قال له يمكن تخسر كل حياتك. شو قيمة أحبائي الحياة اللي نجي عليها؟ ما بنعرف شو كيف لازم نسمح فيها والوين لازم نروح فيها. بنعرف فيها كل شيء إلا حقيقة وجودنا، منين جينا والوين رايحين. بنعلم أولادنا كل شيء إلا هالحقيقة. شو سر الخالق معهم؟ ليه أوجدنا في هالحياة؟ ليه جابنا عليها؟ شايفين هالحقيقة اللي حطيتها يا الكنيسة بأول أسبوع؟ تقديس وتجديد البيعة. عم ترجع تخونتك، فوت الخيال عندك. حلو مني بقى. هالحياة قد ما تركض وراها ما بتلحقها. حج ذهنيتك عن الأساسي. إن جيت عليها تتعرف تسبح فيها صوت خلقها. هاي الحقيقة لازم تشتغلها بالقلب. وكل ما تبقى هو سنة من بيلي هون. هيدي إذا ما عرفتها وعلمتها لأولادها هالحقيقة ممكن تخسرها للحياة وتخسرها للأبد. مشان هيك تقديس وتجديد البيعة ربنا نحن رايحين صلب شئنا لبن ماشي. هلا حاططها ببرنامجك مش حاططها ببرنامجك هي صار غلط. لكن أنت الحياة رايح فيها صلب الخير. بنصحك نصيحة ما تتركها هالدنيا ما بتعرفها. أو بتعرفوا كم خبرية هيك سمعهم بس مع المقت العلاقة فيها. وبزيت الوقت ما وصلت هالحقيقة لأولادك، لأن أولادك هو زمان أعطاك إياهم من الرب، بين إيديك تشتغل عليهم وتوصلوا إياهم. برضه رغم إنه منك قادر بقى تروح صوب أو ضيعته، ما
منك عارف منو عم كاذب، لان كل واحد كثره الحقائق فيها الحقيقه. هي بيقول لك الله بالاسلام، هي بيقول لك الله بالمسيحيه، هي بيقول لك الله باليهوديه ببوذا، الى ما هنالك وين الحقيقه؟ رجع خاص تمضيع الله اجى لعنده. وبيجي صوت. وهلا بهالقداس الرب رح يجي صوت، رح تتقالوا. هاي العباده اللي بياخذوها هي مش كلمه ماي، هذا الله بزيد. اقعد انت وياه. وعود ايديك وشغلك يلعبوا معه. وخاف. شو سر دعوتك اللي لهالحقيقه؟ ليش جبت عليها يا رب الدنيا؟ شو بدك مني؟ جعلتني باي، جعلتني ام، جعلتني بهالمكان، بهالمركز، بهالشغل. شو بدك؟ تحت منه بتاخذ برنامج حياتك. رح يكفي احبائي تاملاتنا بكره ان الله رد. ونحاول انه فعلا هيك نرجع نوعي ضميرنا على حقيقه اوقات هالدنيا بتخلينا ننتهي عنها او نضيعها او نستبدلها بحقيقه ثانيه. ان شاء الله هالتسعويه عيشه انا وياكم تكون خبره لكم وخبره لالي. لا ما تفكروا انا ساعه معصبر كاني انا وصلت وانتم بعدكم ترى الحقوني. انا وياكم عم نبني ان شاء الله حقيقي تحت تالي نحسن علاقتنا معه وتحت تالي حبنا وايماننا وثقتنا فيه تكبر له المجد للابد. امين. نؤمن بالله.